طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أبو عبد الرحمن. هنا قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الناس تحاول تحفظ الأحاديث دي إن شاء الله أسبوع كامل بتقدر تحفظ، ممكن تجي ما تلقى كتاب تكون حافظ. طيب بني الإسلام على خمس، ومعلوم أن خمس من الأعداد التي تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، ولم يقل بني الإسلام على خمسة، لذلك بعض العلماء قال بني الإسلام على خمس، على خمس قواعد، جمع قاعدة مؤنث لأنها بتخالف المعدود العدد. وبعضهم ذكر غير ذلك وبين أن هذه يطلق عليها أركان الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله جاءت مجرورة لأن التقدير بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، بعضهم بنطق شهادة أن لا إله إلا الله، الصحيح شهادة أن لا إله إلا الله، لأن بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، على حرف جر وهي مجرورة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. في رواية ثانية أورد هنا العباد حفظه الله تعالى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، أي يوحد الله. في رواية هنا ذكر قال أن يوحد الله، بعد ذلك قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في الرواية الأولى قدم الحج على الصوم، وفي الرواية الثانية قدم الصوم على شنو؟ على الحج. طيب بني الإسلام، وهنا قال في هذه الرواية بني الإسلام على خمسة، ودي بتجي منا لفظة أركان الإسلام لأنه هنا خمسة مؤنث بخلاف الرواية شنو؟ الأولى. فالرواية الأولى التقدير قواعد، والرواية الثانية التقدير أركان. بني الإسلام على خمسة، الرواية دي الناس تكتبها في صحيح مسلم، بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، كذب النص، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث ده ضمنا ذكر في الحديث السابق، لأن الحديث السابق سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسئلة، أول هذه الأسئلة سأله عن الإسلام. لكن ده برضو فيه فوائد، يعني ما تفتكر المصنف ذكر سائل، ده برضو فيه فوائد. من فوائده أن الإسلام يقوم على خمسة أركان، وليس المقصود أن جميع الإسلام في هذه الخمسة أركان تصريحا، وإنما ضمنا، لأنه من الإسلام صلة الرحم، من الإسلام بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، وده كله تصريحا ما ذكر لكن ضمنا داخل. دي فائدة. الفائدة الثانية أن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير
ادخلوا في جميع شرائع الإسلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخره. فإنت مسلم تطبق جميع الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، مش كعقيدة وأفعال بعض المنحرفين من العلمانيين ومن غيرهم ممن يحتكرون الدين في المساجد. الدين هنا المسجد، لكن برا في الجامعات ناخذ راحتنا، في الأسواق ناخذ راحتنا، في الاقتصاد ناخذ راحتنا، في غيره ناخذ إلى آخره. لا، الدين شامل كامل. واحد تلقى في المسجد تمام مولانا إذا صح التعبير، برا مما يجي يتزوج تلقى الحفلات شغالة. أنت ما بتحافظ على الصلاة في المسجد وزول عابد، تطبق الدين كله. في الزواج تطبق الدين، في الأولاد تطبق الدين، في نفسك في غيرك تطبق دين الله سبحانه وتعالى. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الركن الركين والأساس القويم المتين هو توحيد الله تعالى. الليلة كثير من الناس تسأل، وكثير من الشباب والأطفال وغيرهم تقول لهم أهم شيء في الدين شنو؟ يقول لك الصلاة. تقول له أهم الصلاة ولا الزكاة؟ يقول لك الصلاة. وكلامه هنا صح، الثاني صح، لكن الأول ما صح. لو قلت له أهم الصلاة ولا الزكاة يقول لك أهم الصلاة، كلامه صح. أهم الصلاة ولا الصيام؟ أهم الصلاة. أهم الصلاة ولا الحج؟ أهم الصلاة. تقول لي أقرأ لي الحديث، بني الإسلام على خمس، الرواية الأولى طوالي يسمع لك الحديث. تقول لي إيه الزكاة مهمة لكن ما أهم من الصلاة؟ يقول لك لأنه ذكروا الصلاة قبل شنو؟ قبل الزكاة. طيب ما في حاجة ذكروها قبل الصلاة، بني الإسلام على خمس، في حاجة ذكرت قبل الصلاة وهي الشهادة. وفي هذه الرواية على أن يوحد الله أهم من الصلاة. شكذي كثير من المساجد عندهم مفهوم مغلوط، نتكلم في التوحيد في العقيدة الصحيحة ولك يا مولانا دي مسائل معروفة ومفهومة وإلى آخره. شوف لنا موضوع الطهارة والصلاة والحاجات دي. وفي ناس حضروا دكتورة في العقيدة برضو لسه عندهم شيء كثير ما فاهمينه. عقيدة دي تبعت تدخل فيها وتتعمق في معانيها وإلى آخره وتحاول تحيط بها علما، الموضوع ده طويل وما معنى تكسل منه، لكن ده يعني فيه رد على الذين يزهدون في تعليم العقيدة. تقول له ها انت العقيدة تمام منجضة؟ يقول لك تمام. اها اكثر الاسماء ولا الصفات في العلم اللي وصلنا نحن؟ يقول لك السؤال ده وده من وين ذاته السؤال؟ وما عارف ذاته السؤال وده في العقيدة. تقول له رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هل يضحك؟ بيضحك؟ انت بتعتقد انه الله بيضحك ولا ما بيضحك؟ يقول لك لا، الموضوع ده كذا ما فاهم انا. ما في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك الله لرجلين أو من رجلين يقتل أحدهما الآخر. قيل كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقتل أحدهما الآخر، الآخر ده قتل شهيدا، فيتوب الله على القاتل فيقتل شهيدا فيدخلان شنو؟ الجنة. بداية الحديث يضحك الله، تقول لي الله أثبت الضحك لنفسه صفة الضحك، لكن بعد ذاك انت العقيدة الصحيحة تثبت الصفة كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال لك زي ضحك الزول بيضحك لما نقع وكذي، الزول يعني الزول بيضحك لما نقع وكذي، تقول لا، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قواعد كثيرة، تقرأ القواعد المثلى
آيات كثيرة في العقيدة تلقى كثير من الناس يجهلوها. فلا بد أولا من تعليم العقيدة. وفي العقيدة تبدأ بالألوهية، لأن الربوبية دي في الغالب الناس الحمد لله في الغالب كويسين فيها، لكن مسائل الألوهية العبادة لله تعالى، تكلم عن أسس العبادة، المحبة، الخوف والرجاء، تكلم عن شروط العبادة، الإخلاص، الاتباع، تكلم عن الدعاء لله تعالى، الصوم لله، الذكر لله سبحانه وتعالى، النذر، الرغبة، الرهبة، الخشية إلى آخره. لا بد أولا من تعلم التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ده أول شيء تبدأ به، وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك، في رواية أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يا الناس كانوا بيدعوا للتوحيد، الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعوا للتوحيد 10 سنوات، بعد 10 سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلوات 5. 10 سنوات توحيد بس، ذول وحد مات الجنة، واحدين يوحد ويموت وما سجدوا لله سجدة الجنة طوال. لكن لو ذول صلى 1000 صلاة حتى اسود وجهه من السجود وانكسرت جبهته وهو خرب العقيدة، ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عشان كده ناس الصلاة ذات مرات بعادوا التوحيد كثير منهم، مش قصدي المسجد ده ولله الحمد والزاوية دي فيها خير، ان تلقى مساجد تمشي تخش تقول التوحيد يقوم لك عمك 80 سنة بيسجد لله من عمره 10 سنة، ليه اسي عمره 90 سنة شايل له بدعة سبحة اديك بها في اضانك ولك اها ناس الله واحد جو انت ناس الله كم؟ انا اقول الله واحد، انت عندك الله كم؟ يقول لك اي الله واحد. واحد اي واحد في حاجات معينة ولا واحد في كل شيء؟ في كل شيء، أيوة في كل شيء. أي ندعو براو ولا ندعو دي ما واحد فيها، ندعو ندعو مع واحد ثاني. لا والله يا أخي الموضوع ده كدير، ده تعلم الصلاة وتعلم الطهارة فائدته شو؟ فائدته شنو؟ يتعلم الصلاة ويتعلم الطهارة والعبادة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى تفطرت قدماء وبنى المساجد، بنى المسجد النبوي، وتصدق، كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وعبد الله بجميع العبادات. بعد رب العزة والجلال قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله الآيات دي مخيفة جدا. ما قال له يا محمد يا رسول الله لئن أشركت حبط عملك، كان كان المعلومة بتذكر وتفهم: يا رسول الله لئن أشركت حبط عملك، معلومة واضحة وبينة. لا لا ما قال لك كده، قال له ولقد أوحي، واو للقسم واللام للتأكيد وقد للتحقيق، دي 3. تمش قدام لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن لام وهناك نون للتوكيد، ليحبطن عملك، والثاني قال ولا تكونن من الخاسرين، والثاني بعدها استعمل أداة عطف قال بل الله فاعبد، بل أداة عطف
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كلام كله في شنو؟ في التوحيد. ولمن لأعظم موحد مشى على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني زول يقول لك يا مولانا نحن الموضوع ده ما أصلا ما في داعي. يا زول الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ده أبو الأنبياء وده الخليل ودرمه في النار بسبب التوحيد والله نجاه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ما قال له ألا يشركوا، جماعة ما يشركوا بي، لا لا قال له ألا تشرك أنت يا إبراهيم وحاشا عليه السلام، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين في سورة الحج هناك والراكعين. ولذلك جميع الأنبياء أمروا بهذا الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا التوحيد. فاعبدني. بعد ذلك قال له وأقم الصلاة لذكري. عشان كذا أي داعية دار يدعو الناس يبدأ بالموضوع ده التوحيد، وما يجيبوا توحيد معمم زي وحد الله. زمان لا إله إلا الله دي بيفهموها خلاص، لا إله إلا الله فهموها عديل، ترجموها الكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموها فهم دكتور الليلة كثير من الدكاترة ما فاهمينه. تلقى دكتورة قول لا إله إلا الله يقول لك هذا اللي ما واضحة لا إله إلا الله. تلقاه مفكر كبير وما مفكر في الدين، فهيمة غلط. تلقاه ناس فسروا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، طوائف عديل فسرت كذا. صاحب ظلال القرآن وصاحب معالي في الطريق، وهذا الرجل الضال المضل المنحرف صاحب التصوير الفني في القرآن ده فسر لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، تفسير ناقص، تفسير بتاع جهل. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. تعبد الله براه دي لا إله إلا الله. شكذي الكفار أبو يقولوها عارفين معناه شنو، يخلوا الأصنام، يخلوا التطير اللي هو تشاؤم، ما يفكوا الطيرة إن مشت، إن فكوا الطيرة مشت قدام بيسافروا. من عثيمين قال كذي، إن رجعت ورا بقولوا السفر ده ما فيه خير بيرجعوا، إن مشت يمين بتيمنوا بها قولوا السفر ده فيه خير، إن مشت شمال ابن عثيمين قال بيسافروا لكن بيكونوا خايفين. رجعت الطيرة فكوها وجات راجع خلوا السفر مرة واحدة. ده كل شرك بالله تعالى وعقائد منحرفة. الليلة هسه الكلام ده موجود، واحد تلقى مشتري له هايس يسوي فيها مليون هوس، هايس مشتري القصة ولو جبنة وراء رابطة يا حبيب، ولا حافلة تلقى ساوليه فيها شعرة مفلفلك دي ليه؟ يقول لك عشان الناس ما يعانوا للحافلة، يعانوا لدين شغلوا بها. ولا جزمة بتاع الطفل صغير تلقاه تحت، ولا واحد تلقى في بيته ساوليه قرنين دار ينطح شنو أنا ما بعرف، ساوليه قرنين. كلها عقائد منحرفة يا ناس. يقصي فينجا مقلوبة يقول لك صلحها صلحها، ما تجيب لنا كفوة سيفينجا، يقول لك ما تجيب لنا مصيبة. أي شيء جهل جهل إلى الله المشتكى. مرق برا من الصباح لقى ناس، لقى لا زول أعور ولا زول أعرج ولا كذي ولا زول مجنون، يقول لك من الصباح بدت كذي معناها باقي اليوم ده منتهي. دي عقائد منحرفة، تشاؤم تشاؤم، كل جهل في العقيدة. واحد في العيد يقول لك العفو لله والرسول، العفو لله، العفو عبادة، العفو لله وحده عبادة. دار تسافر يقول لك وضعناك الله والرسول،
تقول وضعناك الله بالدار الجديد، تقول وضعناك الله بس كفاية. أليس الله بكاف عبده؟ كل أخطاء واقعين فيها كثير من الناس، وإلى الله المشتكى. طيب، من فوائد هذا الحديث أهمية هذه الأركان الخمسة.